تو بابا تو بعد يقف يقف على روحك. هنا لهنا 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 بقولك. هاي هاي حط صوت. بضوحة بن صالح 47 سنة، رئيس جمعية حي هلال ملاسين سبور. أنا من صغري من صغرتي مغرومة بالكورة، معناها نعشق الفوتبول. نكون مع أولاد حومتي، تيرا هذا يقبل معناها بطحة في الطبعة وحفاية، فهمتني؟ ونعملوا فيه جو. أنا عيطولي ساعة ملقبة باجو وروبرتو باجو. أنا نكون مليح، وبعد عدها بشوية عملت تربص وطريب طريف معناها. أربعة منا وأربعة من هنا، شد جول بشبوش غادي يبقى غادي. أمشي من. بعد جيت نشوف نلقى حومتي، كان نتفرج في حومتي كان مخدرات 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 مخدرات، فهمتني؟ يحكي كان صغار مخدرات أو موتة، فهمتني؟ وصلنا في شهر نخرجوا بالخمسة موتة. نحن ماهيش نصوبي تاكس، عندنا برشا يزرقوا نحن هنا. بدنا الصغيرات ننتشرهم من الحكاية هذيا باش نبعدهم، فهمتني؟ بديت الفكرة يعني باللي تورنوا، نعمل في اللي تورنوا لم صغيرات، فهمتني؟ لحوم محوم 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 نعملهم دي تورنوا، نمشي ناخذ الكوب، فهمتني؟ باش هكا صغيرات تشيخ ونعشقهم في الكورة كما عشقتها انا. باس عندي 8 سنين ما ناخذش على صغير دينا. جمعية فيها أميلة ميل، مرأة ناطقة رسمية مكلفة بالإعلام، امرأة رئيس الجمعية، امرأة نائب رئيس، راجل كاتب معاهم راجل، فمعناها عرفت كيفاش قسمتها، يعني ثلاثة نساء عنصر نسائي وثلاثة رجال، هكا مشتركة، لا نساء فوق الرجال ولا رجال فوق النساء، مشتركة. هذا ملعب البلدي بحي هلال، ملعب حي هلال هذا، هذا في قلب العاصمة. داش نتو السيدة سونيا بالشيخ، وزير الشباب والرياضة سونيا بالشيخ. عنده طعام وثلاثة شهور من الدشن، ومن الدشن بقى محنط هكايا. من راهو من جيل لجيل لجيل لجيل. نحلم بس هذايا بطحة كانت كيما تراها هكا، ما زادوا شيرة وكان الصوت ولا حديد. هذايا بطحة حتى، وهذايا ملي أنا من قبل ما نتولد، غير مبيضوا فيها هكا بالزيت تعرف. مزديد نعم، غير مبيض فيه انا مبيضت هذوما، مزديد تعرف بطحه. وهذه هكا هاو حلمه، حلمه حلمناها اجيال في اجيال في اجيال. انا حبيت نحققها الحلمه هذه، حبيتها تكون معناها حلمه اللي حلمت بها انا واللي حلموا بها اجيال اللي قبلي واجيال اللي قبلي تتحقق في الصغيره. الدوله تمشي اعمل مطلب اعمل مطلب، تعطيك دي شارج وانا نستنى. نهار الجمعه كلمني المندوب الجهوي وزاره الشباب والرياضه، قال لي راني ما زدت كي خرجت بالشيماء وخرجت بونو ب 700 مليون من معناها من وزاره التجهيز ومع الوزيره ومع كاتب الدوله وكذا وكذا وكذا، ما نعرفش حربوش التصبير ولا كلام هذا باش نشوفوه، راهو باش نكملوا لكم نبنيو لكم. وانا نستنى ونحن عم نسمع فيها الحكايه هذه. نظره للملاسين وحياه ليه مظلام الدوله ظلام، وقتاش يجيونا؟ يجيونا في الانتخابات محلانا. في الانتخابات ما ثماش شكون ما يجيناش، فهمني؟ سي و تي معناها اللي مخرجه اجيال ومخرجه معناها جوارات يعني. شوف انت توا توا سي و تي توا تعاني، سي و تي توا ان شاء الله ان شاء الله عام سنين ان شاء الله باش تطلع سي و تي ان شاء الله السنين تطلع الناسيونال. اما الدوله نحن من نحن الدوله ما تخزرناش، نحن الدوله تعرف تخزرنا، تخزرنا مخدرات وبركاجين هذاكش تخزرنا، والدوله هي اللي تدخلنا في المخدرات. نحن ما مشي مناش نحن نمشي نجيبوا في المخدرات، الدولة تقتل لنا في صغارنا، الدولة تقتل لنا في شبابنا. صغار تمقتوا، شنو هي الحاجة الوحيدة اللي كوني أنا اللي نقاوم فيها؟ اللي كوني كل جمعة نخرج فيهم، كل جمعة نهزهم للتيرا يكوروا، كما نقولوا نكوروا في المرسى 4000 الصغير يجي يمشي ويستنى قدام التيرا يكوروا، ومن بعد يطلع صغير 2000 مشي 2000 جوا. بنزارت معناها انت ودي بلاسما معناها صغار من جيبه من لي بارون اللي عاونوا يعطوا فيهم في الركوب نتاعها. المنطقة هذه كل عام ما ثماش ما ياخذوش منها، ياخذوا 12 ل 14 واحد. العام اللي فات بركة أربعة في الستاد وأربعة في الكلوب وأربعة في الترجي الرياضي التونسي. كي جينا إي إي وعندنا في ليكيب ناسيونال، عندي توا أنا نسميهم لك
صالح العياري في ليكيب ناسيونال ولعب النادي الافريقي، ريان الطبوبي لعب الترجي الرياضي، خارج من التيران ذي وخارج من البطحه اللي كنت تصور فيها تراني وعندي ايه، خارجين من منين؟ خارجين من من من, من تحت الحيط، ما هم ولاد من هنا، وين منين خارجين؟ خارجين من الحومه يلعبوا فوق البطحه هذيك يكوروا لك حفايه. في مونبيلي لعبنا على هذا متصور انت يابان جابون الالمان مونبيلي معناها مخلطه ليكيبات ما شاء الله، ما نقعدش نقعد نقول لك 26 ليكيب هزينا عليهم نحن الدور في مونبيلي بالذات في تيران شاركنا هزيناها نحن، هزوها ولاد حياة هلال، هزوها ولاد حياة هلال والملاسير، عندنا انفيتاسيون من موناكو وعندنا انفيتاسيون موناكو شاركت معنا في الدوره بتاع مونبيلي مبارك بالجمعيه مستدعينا نحبوا نرجعوا باش نكوروا ما فماش غاديك يستقبلوك يعني كملي تخلط من باب المطار كل شيء عليهم هما، اما كي انت باش تمشي من هنا عليك انت، وين الدوله؟ نحب نوصلها كي تراجي رياضي، كي تحكي على التراجي، كي تحكي على الافريقي، كي تحكي على السيوتي، امور رجعوا تاريخ السيوتي.